السادسة بتوقيت القدس الشريف، نشرة إخبارية مفصلة من الميادين نبدأها بالعناوين. غارات جوية روسية سورية مكثفة على مقر لهيئة تحرير الشام وحلفائها في جنوب إدلب وريفها الشمالي. بعد تسوية تمرد بريغوجين، الرئيس الروسي يجدد تأكيد أولوية المواجهة مع الأطلسي في أوكرانيا وتقوية الصناعات العسكرية. الانقسام الإسرائيلي ينتقل إلى داخل الحكومة حول الاستيطان واحتلال أراض في الضفة الغربية. الرئيس المصري ورئيس وزراء الهند يوقعان على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. اللهم لبيك لا شريك لك. ضيوف بيت الله الحرام يواصلون مناسك الحج في موسم هو الأوسع منذ جائحة كورونا. مرحبا بكم. شنت الطائرات الحربية الروسية والسورية غارات مشتركة على مواقع لهيئة تحرير الشام ومستودعات تسليح لها في شمال غرب سوريا. وأفاد مراسل الميادين بأن الغارات أدت إلى تدمير مقر قيادة لهيئة تحرير الشام ومستودعات تسليح لها، ولا سيما في محيط إدلب وريف حلب الغربي وصولا إلى جبهات سهل الغاب وريف اللاذقية. مصادر الميادين أفادت بأن النصرة نقلت عددا من جثث قتلاها إلى مستشفى ابن سينا، وأضافت أن قيادات حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام أخلت مكاتبها في المربع الأمني وسط مدينة إدلب. من حلب ينضم إلينا مراسل الميادين رضا الباشا. رضا، آخر المعلومات وتطورات حول هذه الغارات. نعم ربي، فعلا ما يزال التصعيد على الجبهة مستمر، ولكن الغارات الجوية توقفت كما أشرنا في تصريح الظاهرة. الآن الجيش السوري استهدف قبل قليل تحركات الجماعات المسلحة على جبهة الفخرة، إضافة إلى جبهة قرية رويحة شريف إدلب الجنوبي بعدة قذائف إدفاعية، إضافة إلى صواريخ من نوع جولان لمنع الجماعات المسلحة من القيام على الغارات الجوية التي نفذت صباح هذا اليوم. بطبيعة الحال هناك حالة استنفار لدى الجماعات المسلحة، خاصة مسلحية تحرير الشام، تلقى أسلاك كافة المقرات التابعة لهيئة تحرير الشام، إضافة إلى أسلاك الحواجز التي تقيمها الهيئة على مداخل مدينة إدلب وفي محيط مدينة إدلب. هذا العمليات الدفاعية والصواريخ أيضا استمرت بعد الغارات الجوية وامتدت من الجبهة الغربية لمدينة حلب عيلة ريف حلب الغربي وصولا الى ريف إدلب الجنوبي، كذلك الامر في جبهات ساحل الغرب. على يبدو باننا راني امام موجه تصعيديه من قبل الجيش السوري وحلفائه تهدف في الدرجه الاولى اولا لانهاء كافه التحصينات التي عملت الجماعات المسلحه على بنائها خلال فتره خفض التصعيد التي استمرت منذ عام 2020 حتى هذا اليوم. اضافه الى هذا الامر يبدو ان الجيش السوري وحلفائه يسعون لتدمير مستودعات الاسلحه ايضا لدى هيئه تحرير الشام والفصائل المتحالفه معها، خاصه وانه تبين ان هذه الفصائل وهذه المجموعات المسلحه أسلحة نوعية كالطائرات المسيرة التي استخدمت يوم الجمعة في قصف القرى والبلدات في سهل الغاب وفي ذيب اللاذقية. هذه الغارات الجوية بطبيعة الحال تهدف إلى تدمير هذا النوع من الأسلحة في حال قرر الجيش السوري بالقيام بأي عملية عسكرية. لابد أولا من كسر سقوط الدفاع لدى الجماعات المسلحة، إضافة إلى إنزافها وخطرتها مخزونها من هذه الأسلحة، وهذا ما تم فعليا من لاحظ هذه الغارات اليوم يقرأ بأنها استهدفت سقوط الدفاع وأيضا استهدفت مستودعات الأسلحة. طب رضا، المسار هذا التصعيد وهذه الغارات فيما يتم رصده حتى الآن إعادة الأمور إلى ما قبل ما تحاول مجموعات المسلحة تغيير الواقع الميداني في تلك المناطق، أم أنه قد تأخذ آفاق أوسع من ذلك وفق المعلومات المعطيات أو حتى المتابعة؟
رامي بطبيعة الحال وفق المعطيات حاولت الجماعات المسلحة مرات عدة تغيير الواقع الميداني في هذا الجبل، حاولت أن تعزز عملية التسلل إلى نقاط الجيش السوري لكنها فشلت في تغيير خارطة السيطرة. تقريبا منذ الشهر الثاني بعد الزلزال المدمر إلى ما قبل 10 أيام من الآن حاولت هيئة تحرير الشام القيام بعملية تسلل وحاولت السيطرة على نقاط الجيش السوري كما قلناها جميعا. هذه الحركة من الحالي وهيئة تحرير الشام صعدت بها بعد اجتماع أستانا، لاحظت بأنها صعدت من قصفها لنقاط الجيش السوري، ذهبت أبعد من قصف نقاط الجيش السوري لاسترجاف الكرة والبلدات في عمق الجبهات والمناطق البعيدة أيضا عن الجبهات لاستخدام الطائرات المسيرة. هذا اللي يأتي رد الجيش السوري منذ يوم الجمعة ويوم الخميس حتى هذا اليوم هو بدأ بوتيرة منخفضة عدد الغارات الجوية ومن ثم بدأ بالتصعيد على ما يبدو بأن هيئة تحرير الشام تحاول أن تبدي ردة فعل على مخرجات قمة أستانا. في المقابل يحاول الجيش السوري أن يعيد الأمور إلى نصابها، خاصة وأن هذه المنطقة التي يتم استهدافها اليوم هي منطقة متفق عليها بين رئيسين بوتين وأردوغان في سوتشي عام 2020 بأنها ستكون منطقة خفض تصعيد تمهيدا لتسليم هذه المنطقة للجيش السوري وعودة الدولة السورية إليها. ولكن ما عاق ذلك خلال السنوات الماضية هو التشنع تعنت القصائر المسلحة وجميعها طبعا لابد أن نشير رامي بأن القصائر المسلحة مسلحة إرهابية، تحدث عن حراس الدين، تحدث عن هيئة تحرير الشام، عن الحزب الإسلامي التركستاني، جند الأقصى وغيرها من القصائر المسلحة المسلحة دوليا بأنها قصائر إرهابية. هذا الأمر لربما دفع الجيش السوري اليوم للتحرك والرفع من حد التصعيد في هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك رضا الباشا مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة حلب. في سوريا نبقى حيث استشهد 4 عناصر من الشرطة وأصيب آخر بجراح خطيرة في كمين مسلح بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. مصدر في قيادة شرطة درعا ذكر لوكالة سانا الرسمية أن الاعتداء وقع صباحا أثناء توجه عناصر من الشرطة من مدينة درعا إلى مدينة طفص لتأمين مراكز الامتحانات، وقال إن المهاجمين أطلقوا النار بكثافة على دورية الشرطة. سوريا أيضا ولكن في شأن آخر، قدم السفير السوري حسام الدين آلة أوراق اعتماده إلى أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مندوبا لسوريا في الجامعة اليوم في القاهرة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده ستحقق جميع خططها ومهامها المتعلقة بالعمليات العسكرية، ولفت إلى أنه يمنح أولوية قصوى للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأنه يولي أهمية للتنمية الاقتصادية لروسيا بالتوازي مع تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، وأشار إلى أنه على تواصل دائم مع مؤسسات المجمع الصناعي العسكري لمعرفة الاحتياجات المطلوبة أو الاحتياجات المطلوبة تلبيتها لدعم العملية العسكرية الخاصة. هذه المواقف جاءت فيما عادت الحياة إلى طبيعتها في مدن جنوب روسيا ولا سيما في روستوف بعد مغادرة قائد مجموعة فاغنر المدينة بمرافقة قواته، وذلك غداة الإعلان عن اتفاق الرئيس البيلاروسي ورئيس مجموعة فاغنر على تهدئة الوضع. وأعلنت السلطات الروسية عودة الحياة الطبيعية كذلك في مقاطعة ليبتسك وكالوغا وفرونيغ، هذا وقد انسحب مقاتلو فاغنر من منطقة ليبتسك في جنوب روسيا بعدما كانوا قد غادروا روستوف على وقع الهتافات المرحبة برحيلهم. في المقابل أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت تحركات لرئيس مجموعة فاغنر يفغيني بروغوجين تؤشر إلى أنه كان يعد للتحرك ضد مؤسسة الدفاع الروسية. وتقول الصحيفة أن قوة فاغنر كانت تنوي التحرك ضد القيادة العسكرية الروسية في منتصف حزيران يونيو، ولفتت نيويورك تايمز إلى أنه بحلول منتصف الأسبوع أصبحت المعلومات ملموسة أكثر ومقلقة، ما دفع مسؤولي الاستخبارات إلى تقديم سلسلة إحاطات. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بايدن لم يحاول التواصل مع بوتين وأن نهاية الاضطرابات في موسكو لم تظهر بعد.
بلينكين أشار إلى أن الاضطرابات في روسيا هي شأن داخلي، ولكن أزمة تمرد فاغنر كشفت عن تصدعات في سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق ما قال. أزمة تمرد فاغنر كشفت عن تصدعات حقيقية في سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لا أعتقد أننا رأينا نهاية مشهد الاضطرابات في روسيا بالاتفاق بين الكرملين وقائد فاغنر على الانسحاب. هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها، بما في ذلك السؤال عما يحدث لقوات بريغوجين. هل ستبقى في أوكرانيا؟ أعني أننا رأينا الصورة غير العادية لهذه القوات، وهي تخرج من أوكرانيا وتذهب إلى روسيا بالأمس فقط. أعربت الصين عن دعمها القيادة الروسية في جهودها لتحقيق الاستقرار على الصعيد الداخلي، وقالت إن ما جرى من محاولة تمرد هي شأن داخلي لروسيا، وندعم موسكو في الحفاظ على الاستقرار الوطني. وكان نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو قد عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني في بكين، وبحث خلاله تنفيذ مهام التعزيز الشامل للتعاون الثنائي، كما أجرى طرفان تقييما عاليا للوضع الحالي للعلاقات الروسية الصينية، مؤكدين استعدادهما للعمل معا لتقويتها باستمرار. بقدر ما كان التمرد من قائد مجموعة فاغنر مباغتا، كانت نهايته سريعة جدا، إذ لم يتجاوز 24 ساعة. تمرد هدد روسيا باقتتال داخلي، لكنه كشف أيضا أنها عصية على رهان الغرب الأطلسي على إشغالها بصراعات داخلية. تقتحم مقاطعة روسية مجموعة فاغنر وتسيطر عليها في جنح الليل، ولا تعقبه ليلة أخرى إلا وقد طويت صفحة التمرد تلك من دون قطرة دم واحدة تسال. وما بين بدء تمرد قائد المجموعة إيفغيني بريغوجين وترحاله إلى بيلاروسيا الوسيطة إنهاء لتلك الخيانة بوصف الرئيس بوتين، مرورا بالزحف نحو موسكو، مرت روسيا بيوم عصيب. كانت لحظة فارقة حملت في طياتها عبئا ثقيلا بحجم روسيا نفسها المستهدفة أطلسيا، وهي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فإذ بالحدث يرتد داخليا. بات أمن روسيا الأهلي آنذاك مهددا باقتتال يصعب استبعاد الغرب من الوقوف خلفه، وإن كانت الأداة روسية المنشأ ويفترض أن تكون عونا في القتال خارج الحدود. من مصلحة ذاك الغرب الأطلسي أن تعم روسيا الفوضى فتخور قواها باستنزاف داخلي يختصر الطريق على الأوكرانيين وداعميهم في الغرب بالسلاح وبالعقوبات. وفي التوقيت ما يعزز تلك الفرضية، فقد أعقب التمرد هجوما أوكرانيا طال انتظاره، لكنه أظهر عجزا عن إحداث تغيير في أرض المعارك وكذلك في المعادلات القائمة. وأما الداخل الروسي إبان التمرد القصير جدا، فقد بات متماسكا على الرغم من الغموض والترقب بلا استجابة لدعوة قائد فاغنر إلى حمل السلاح ضد وزارة الدفاع ولا أي انشقاق. سقط الرهان في بضع ساعات من بعد خطاب بوتين، فكان تسليم كثير من عناصر فاغنر أنفسهم ملتحقين بثكنات جرى تحديدها حتى قبل إنهاء قائدهم تمرده. خارجيا حظيت القيادة الروسية بمواقف دعم قوية، بدءا بطهران السباقة إلى التضامن مع موسكو، مرورا بخطاب الرئيس مادورو من كاراكاس لبوتين إنا لكم داعمون. وغير بعيد من فنزويلا كانت كوبا بالموقف المؤازر حاضرة، كما عبر عن الدعم نفسه الرئيس التركي بموقف سريع وغاية في الوضوح، وكان قد واجه من قبل محاولة انقلاب مدبرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن أن بلاده ترفض الحرب في أوكرانيا، واقترحت حلا سياسيا لإنهاء الأزمة. عبد اللهيان اعتبر أن أي خطوة لتسليح طرف من طرفي النزاع في الحرب الأوكرانية ستؤدي إلى تصعيد حدة التوترات وزعزعة الاستقرار في المنطقة. من جهته شدد وزير الخارجية الدنماركي على أهمية العلاقات مع إيران، مؤكدا ضرورة مواصلة المباحثات معها لتعزيز العلاقات الثنائية عبر مبادرات إيجابية. في تغطيته أحداث السبت في روسيا، مزج الإعلام الغربي ما بين الآمال المعقودة على انهيار النظام في موسكو وطبيعة الدولة الروسية خصوصا في حالات الحرب، فرسمت سيناريوهات خيالية لنهاية مأساوية لروسيا. موسى عاصي.
فيما التزم الخطاب الرسمي للحكومات الأوروبية الحذر الشديد في التعاطي مع محاولة تمرد يفغيني بروغوجين زعيم مجموعة فاغنر الروسية، تولت وسائل الإعلام رسم سيناريوهات ووضع توقعات راوحت خلال النهار الروسي الطويل بين مساومة فاغنر على تغيير في القيادة العسكرية للجيش الروسي مقابل وقف تمرده، مرورا بانهيار الحكم في روسيا وغموض حول مصير بوتين وصولا إلى انتصار أوكرانيا في الحرب. أول التحليلات بدأ في الصباح بتوقع وصول قوات فاغنر إلى موسكو خلال ساعات. هناك 1100 كيلومتر بين مدينة روستوف وموسكو، وقوات فاغنر باتت الآن في مدينة فورونيج البعيدة نحو 500 كيلومتر. هذا يعني أنه خلال ساعات المساء يمكن أن نرى طلائع قوات فاغنر على تخوم العاصمة. حرب بين معسكرات روسية وتوقع انضمام قوى أمنية إلى قوات بريغوجين. نحن لسنا أمام حرب أهلية بل أمام حرب معسكرات، حرب ميليشيات بين مجموعتي فاغنر والقوى النظامية، والسؤال في أي لحظة يمكن أن تتحول مراكز القوى في روسيا ولا سيما جهاز الاستخبارات FCB للانضمام إلى معسكر فاغنر. بعد ساعات قليلة سؤال عن مصير الرئيس الروسي الذي قد يكون غادر موسكو. إن مكان وجود بوتين هو أحد أكبر الأسرار الروسية في هذه الأوقات، وبعضهم يقول إنه غادر موسكو إلى سان بطرسبرغ. المرحلة الثالثة من توقعات الإعلام الغربي ذهبت إلى حلول حسم الحرب وانتصار أوكرانيا. يفغيني بريغوجين يظهر مشهد التخبط الروسي على المستويين العسكري والسياسي، بحيث لا نستبعد أن تتمكن القوات الأوكرانية خلال أسبوع أو اثنين من فتح ثغرة مهمة في الحرب والتقدم بسرعة، لأن النظام في موسكو يتهاوى. مع ساعات المساء وحسم مغامرة يفغيني بريغوجين هدأ الخطاب واختفت سيناريوهات النهار، وحل محلها السؤال الآتي: هل كان ما جرى طيلة هذا النهار مجرد خديعة على الطريقة الروسية، مع استنتاجات نهائية بأن بوتين خرج منتصرا وأقوى؟ موسى عاصي، جنيف، الميادين. في التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت 10 محاولات للهجوم على باخموت، وكما أعلنت الوزارة صد 4 محاولات للهجوم على محور ترانسي ليمان، وأن الخسائر الأوكرانية بلغت 130 قتيلا. وأعلنت الوزارة تدمير مستودع للذخيرة في منطقة كوشوغوم التابعة لمقاطعة زاباروجيا. على مدار 24 ساعة الماضية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولة القيام بعمل هجومي في اتجاهات دونيتسك ومناطق عديدة، وصدت الوحدات المدافعة من مجموعة القوات الجنوبية 10 هجمات للعدو في يوم واحد في مدينة أرتيموفسك. على خط آخر، تظاهر 100 ناشطين أمام قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا للاحتجاج على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وحمل الناشطون لافتات كتب عليها الجيش عد إلى الوطن ولا إمدادات أسلحة إلى كييف. وعبر المتظاهرون عن انتقادهم الناتو وطالبوا بإنهاء إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وكذلك بمحادثات سلام فورية مع روسيا. إلى فيتنام، وصلت حاملة طائرات أمريكية USS رونالد ريغان اليوم، وذلك بعد أسابيع من احتجاج هانوي على إبحار سفن صينية في مياهها. وكان مركب مسح صيني وعدة سفن تابعة لخفر السواحل وقوارب صيد قد عملوا على مدى أسابيع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام في بحر الصين الجنوبي، وهو ما احتجت عليه الخارجية الفيتنامية. وفي مارس أذار الماضي، حذرت الصين الولايات المتحدة مما وصفته الاستفزازات الأمريكية بدخول مدمرة أمريكية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
من جهتها انتقدت كوريا الشمالية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بشأن حث الصين على الضغط على بيونغ يانغ للدخول في حوار. وصف المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية في وزارة خارجية كوريا الشمالية كون جونغ جونغ تصريحات بلينكين بأنها هراء ولا تساعد على حل القضية، كما حذر من أن حجم الإجراءات المضادة لكوريا الشمالية ونطاقها سيجري تمديدها بشكل ساحق وهجومي في حالة تصعيد العمل العسكري الأمريكي والاستفزاز في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة. في أرضنا المحتلة فلسطين، رد الفلسطينيون على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ما أدى أمس إلى إصابة 7 منهم بجراح بينهم جندي. وفي جنين استهدف مقاومون ليلا طائرات الاحتلال المسيرة في أجواء مخيم جنين بوابل كثيف من الرصاص، كما تصدوا لاعتداءات الاحتلال في منطقة الحرش غرب جنين، وأحرق شبان البرج العسكري التابع للاحتلال قرب مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله. على خط آخر، انتقل الخلاف الإسرائيلي إلى داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن القومي إتمار بن غفير لتصريحاته الأخيرة عن احتلال أراض. جاء ذلك خلال جلسة للحكومة، حيث قال إن التصريحات التي تدعو إلى احتلال أراض يجب أن تتوقف فورا، فهي تقود الاستيطان وتضر بما وصفه بمصالح إسرائيل الوطنية. التصريحات التي تدعو إلى احتلال الأراضي غير مقبولة، فهي تقوض الاستيطان في يهودا والسامرة، وهي ليس غير مقبولة فقط بل سنعمل ضدها، وهي تضر بالمشروع الاستيطاني وتضر بمصالح إسرائيل الوطنية ويجب أن تتوقف فورا. بن غفير رد على تصريحات نتنياهو قائلا أنه يجب على الحكومة اليمينية أن تنفذ رؤيتها. وخلال جلسة للحكومة أشار بن غفير إلى أن مشكلة الحكم لا تبدأ مع المستوطنين، وإنما بالتساهل مع من وصفهم بالمشاغبين في الجولان وعدم وجود تطبيق صارم للقانون. أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي تساحي هينغبي، دعا من خلاله إلى محاكمة مثيري الإرهاب من المستوطنين في القرى الفلسطينية. من جانبه أفاد تساحي هينغبي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أدان أعمال الإرهاب والشغب من قبل المستوطنين في الداخل الفلسطيني، وبأن تل أبيب بصدد تحديد المسؤولين عن انتهاك القانون وتقديمهم للعدالة بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. متواصلون بتقديم النشرة، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. وقع رئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أفاد بأن الرئيسين أكدا تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين وبحثا سبل تعزيز هذه العلاقات في كثير من المجالات، أبرزها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية وغيرها. معنا من القاهرة مدير مكتب الميادين هناك محمد ناصر. محمد، ما أهمية هذه الزيارة وما ملامح هذه الشراكة الاستراتيجية التي وقع الرئيسان المصري والهندي على رفعها إلى هذا المستوى وطبيعة الاتفاقات التي وقعت اليوم؟ تحياتي لك رانيا. بالفعل هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة وأهمية خاصة للجانبين بخاصة الجانب المصري، فكما تعلمين أن مصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة وتسعى جاهدة إلى نسج علاقات اقتصادية وسياسية مع العديد من دول العالم من أبرزها الهند والصين وروسيا وغيرهما. أعتقد أن هذه الزيارة أيضا تمثل أهمية كبيرة لرئيس الوزراء الهندي، حتى الزيارة الأولى له منذ توليه المسؤولية عام 2014. رئيس الوزراء الهندي رغم قصر مدة الزيارة لأنه أجرى العديد من المباحثات واللقاءات الهامة، كان من أبرزها مباحثات الدائرة المائدة المستديرة التي جمعته رئيس الوزراء المصري وعدد من الوزراء المصريين
وبجانب الأمان الأمريكا في محاولة إلى دعم العلاقات التجارية بين البلدين. هناك رغبة مصرية كبيرة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وأيضا زيادة الاستثمارات الهندية داخل مصر، بالإضافة إلى رغبة ربما في التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية وليس بالدولار، وهذه هي الخطة التي تسعى إليها مصر خلال الفترة القادمة في محاولة إلى التغلب على عدم توافر العملات الصعبة لديها. أيضا اللقاء الذي تم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي دعا خلاله رئيس الوزراء الهندي الرئيس المصري ليكون ضيفا على الهند في اجتماعات مجموعة العشرين العام القادم، أعتقد أن ذلك يؤكد أن هناك رغبة من كلا الطرفين إلى تعميق العلاقات بين البلدين بدرجة كبيرة. أيضا التقى رئيس الوزراء الهندي بعدد من المفكرين والكتاب والباحثين المصريين بالأمس، بالإضافة إلى لقائه مع مفتي الديانة المصرية. كل هذه المخاولات من جانب الجانب المصري والهندي إلى زيادة العلاقات الاستراتيجية بينهما سواء في المجال الاقتصادي أو المجال الثقافي، بالإضافة أيضا إلى تنسيق المواقف بينهما في القضايا السياسية الإقليمية والدولية. شكرا جزيلا لك محمد ناصر، مدير مكتب الميادين في القاهرة، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة المصرية. استهدف الجيش السوداني تجمعات لقوات الدعم السريع في محيط مقر شرطة الاحتياطي المركزي جنوب العاصمة الخرطوم. من جهته تحدث الدعم السريع عن أن القصف استهدف أحياء سكنية، ودعا المنظمات الإقليمية والدولية إلى مراقبة ما يجري وتوثيقه كونه ينتهك مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية الدولية وفق ما قال. إلى اليمن، حيث قتل 8 أشخاص وأصيب آخرون في مواجهات مسلحة بين قوات المجلس الرئاسي المعين سعوديا ومسلحين قبليين في محافظة مأرب شمال شرق البلاد خلال الساعات الماضية. وسائل إعلام محلية أفادت بأن المواجهات اندلعت على أثر خلاف على نقطة مستحدثة للأمن التابع لقوات المجلس الرئاسي في مفرق حريب، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمدرعات. أعلن رئيس المجلس الرئاسي اليمني المعين سعوديا رشاد العليمي التوجه إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات في محافظة حضرموت. العليمي كشف في كلمة له عن لقاء تشاوري سيعقد مع المانحين لدعم إدارة المحافظات ذاتية. حضرموت كما قال المحافظ ونحن معه ستدير نفسها إدارة كاملة ماليا وإداريا وأمنيا من قبل السلطة المحلية. إذا نجحت هذه التجربة في الحضرموت سنعممها على بقية المحافظات. الأخ العزيز بدر باسلمة وهو رئيس اللجنة الفنية التي تعد الآن للقاء التشاوري بين الحكومة والمحافظات والقطاع الخاص والدول المانحة، سيكون هذا اللقاء التشاوري في حضرموت. يجب أن يكون هناك عمل مشترك من هذه القطاعات الثلاثة، وستكون حضرموت هي النموذج الذي سنبدأ الانطلاق منه. في إطار محاولاتها بتنويع شركائها الاقتصاديين، تقدمت الجزائر رسميا بطلب الانضمام إلى منظمة شنغهاي، خطوة استراتيجية يرى فيها مراقبون تحررا من ضغوطات الغرب الاقتصادية. سفيان مراكشي. الجزائر توجه بوصلتها صوب الشرق وتتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون الدولي كعضو مراقب في المرحلة الأولى. رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف قال إن بلاده سترمي بثقلها الدبلوماسي نحو منطقة آسيا الوسطى التي تمثل مركز جاذبية اقتصادية واعدا. هذه الرؤية جديدة في هجوم يعني اقتصادي، هجوم مالي، هجوم علاقاتي، هجوم دبلوماسي من طرف الجزائر لكي تعتمد على علاقات جديدة وتتنقص جزء ما من الضغوطات الأوروبية اللي احنا عايشينها، وكذلك بناء على يعني رؤية جديدة اللي باش نمشيو للبريكس، هذه تكون تصبح تكامل. طموح الانضمام إلى منظمة شنغهاي تقابله جملة من التحديات الاقتصادية الداخلية، ويرى خبراء أن تقاسم الجزائر مبادئ الدول المنضوية تحت لواء شنغهاي ومرافعتها نحو نظام عالمي متعدد الأطراف سيساعدانها في الالتحاق بهذه المنظمة، علاوة على موقعها الاستراتيجي ونمو اقتصادها المتسارع. انضمام هذه الرابطة هو أن الجزائر الآن
يعني تركز وتراهن على تنويع الشراكات وتنويع وتوطيد العلاقات مع الفاعلين الاقتصاديين على مستوى العالم من أجل الاستفادة من هذه المزايا التفضيلية لهذه الشراكات. ونعرف بأن منظمة شنغهاي هي منظمة تميز الاقتصادية الصاعدة، منظمة فيها كثير من الدول اللي عندها علاقات وطيدة مع الجزائر وتلتقي مع الجزائر في عدة دوائر جيوسياسية. في غضون ذلك تترقب الجزائر اجتماع قادة بريكس المرتقب في جنوب إفريقيا مطلع آب أغسطس المقبل للفصل في ملف عضويتها في هذا التكتل الاقتصادي الصاعد كمرحلة أولى تستكمل بمنظمة شنغهاي. خيارات استراتيجية تجاهر بها الجزائر قد تكون عنوان العهد الاقتصادي الجديد لهذا البلد الذي اختار أقطابا يرتكز عليها وينوع عبرها الشركاء الاقتصاديين، وهو ما يترجم رغبتها في الانضمام إلى منظمة شنغهاي كما يرى مراقبون. سفيان مراكش، العاصمة الجزائرية، الميادين. قبل أيام من الموعد المفترض لتوقيع اتفاق تونسي أوروبي في ملف المهاجرين، الرئيس التونسي قيس سعيد يجدد موقف بلاده الرافض شروط صندوق النقد الدولي ودعوات إلى اعتماد تونس على القدرات الذاتية والتخلي عن التمويل الخارجي. مراد الدلنسي. أواخر الشهر الحالي هو الموعد المرتقب لتوقيع اتفاق تونسي أوروبي تلتزم من خلاله تونس بتشديد مراقبة حدودها البحرية لمنع تدفق المهاجرين مقابل مساعدات أوروبية، موعد سبقته تصريحات تونسية على لسان الرئيس قيس سعيد ترفض أن تكون بلاده شرطية حدود لأوروبا، وتصريحات مماثلة تنتقد شروط صندوق النقد الدولي، فيما اشترطت المفوضية الأوروبية التوصل إلى اتفاق تونسي مع صندوق النقد قبل الحصول على المساعدات الأوروبية. أوروبا ما زالت متمسكة بعلاقاتها المميزة مع تونس باعتبارها جارة استراتيجية، وانهيار الوضع الاقتصادي والأمني في تونس يعني انهيار الوضع في جنوب أوروبا. في نفس الوقت ستتواصل المساعدات التي تضمن الحد الأدنى من حاجيات الغذاء والدواء وحاجيات الاستقرار في تونس. هي تصريحات لتحسين شروط التفاوض كما يفسرها مراقبون، لكن تونس تقول أيضا إنها تستطيع التخلي عن التمويلات الخارجية عبر الاعتماد على قدراتها الذاتية. تونس تمتلك فقط خطة باء، هو القول على التعويل على القدرات الداخلية. توجه رئيس الجمهورية إلى فوسفات قفصة لتحريك الثروة الداخلية، ثم تحدث على الصلح الجزائي الذي يقال بأنه سيعود على تونس ب 13 مليار دولار، ولكنها كلها نقاط غير واضحة وكلها نقاط غير مضمونة. المفاوضات التونسية الأوروبية في الأشهر الأخيرة بدعم إيطالي شهدت تخفيفاً أوروبياً من حدة انتقاداتها للوضع السياسي الداخلي لتونس، لذلك يتوقع مراقبون أن تستأنف أوروبا ضغوطها على تونس فيما يتعلق بالمسألة السياسية إذا ما استمر التمترس التونسي، بينما تلوح تونس عالياً بورقة الهجرة وموقعها الاستراتيجي والحساس على الحدود الجنوبية لأوروبا. لم تنجح اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الرئيس التونسي ومسؤولين أوروبيين كبار في توضيح مآل العلاقة التونسية الأوروبية، فتونس تدافع بصوت عال عن سيادة قرارها السياسي والاقتصادي، بينما تلوح أوروبا بأوراق ضغط اقتصادية وسياسية لم تؤثر حتى اللحظة على صلابة الموقف التونسي. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. يواصل اليونانيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تجري للمرة الثانية في أقل من شهرين وسط توقعات بفوز الحزب المحافظ الحاكم بأغلبية واسعة. يتطلع الزعيم المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الحصول على ولاية ثانية كرئيس للوزراء لأربع سنوات والفوز بمقاعد كافية لتشكيل أغلبية قوية في البرلمان المؤلف من 300 عضو لتأليف حكومته، ولا سيما أن القانون الانتخابي الجديد يمنح الحزب الفائز مقاعد إضافية. يؤدي مئات آلاف الحجاج طواف القدوم حول الكعبة المشرفة في مدينة مكة المكرمة وبأعداد مماثلة لما قبل جائحة كورونا. شوارع المدينة المقدسة فاضت بآلاف الحجاج من الجنسيات كلها بعدما سمحت السعودية للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود.
ينساب هذا الدعاء من حجيج بيت الله الحرام وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة. هم جاءوا من كل بقاع الأرض، توحدوا في لباسهم الأبيض، تركوا خلفهم كل ضغائن الأرض وتوجهوا بقلوب بيضاء إلى الرحمن عز وجل. هو الحج الأضخم بعد جائحة كورونا، ولهذا كان لابد من إجراءات واستعدادات. قال المسؤولون في المملكة العربية السعودية إنهم وضعوا لها خططا هي أيضا الأكبر في تاريخ المملكة. من 160 دولة قدم الحجيج هذا العام، فقط أعدادهم مليوني حاج. خصص لهم 14,000 موظف، جرى خلالها توسيع العمل بمبادرة طريق مكة، والتي أسهمت في إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونيا وانتهاءا إلى إيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة في وقت قياسي تسهيلا على الحجاج. فيما سينقل 17 قطارا كهربائيا 72,000 حاج في الساعة في تنقلاتهم أثناء أدائهم مناسك الحج. هي لحظات يمني الملايين من المسلمين أنفسهم كل عام بأن يعيشوا أجواءها. صحيح أن تحديات عديدة يواجهها هؤلاء في أصقاع الأرض نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، لكن حج بيت الله الحرام يبقى الأمنية الأجمل لكل من استطاع إليه سبيله. بهذا نصل إلى ختام النشرة، نذكركم بعناوينها. الله أكبر! غارات جوية روسية سورية مكثفة على مقر لهيئة تحرير الشام وحلفائها في جنوب إدلب وريفها الشمالي. بعد تسوية تمرد بريغوجين، الرئيس الروسي يجدد تأكيد أولويته المواجهة مع الأطلسي في أوكرانيا وتقوية الصناعات العسكرية. الانقسام الإسرائيلي ينتقل إلى داخل الحكومة حول الاستيطان واحتلال أراضي في الضفة الغربية. الرئيس المصري ورئيس وزراء الهند يوقعان على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ضيوف بيت الله الحرام يواصلون مناسك الحج في موسم هو الأوسع منذ جائحة كورونا. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية وموقع الميادين أيضا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.